يا طلابي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. وبعد، نتحدث اليوم في محاضرة حول علم النفس العام عن شيء مهم، وهو بنسميه الشخصية. الشخصية صفحة 9 على فكرة، إذا حاولوا أنتم في الكتاب بنشوف في الشخصية السلوك يتكون من مثير واستجابة للفرد. المثير أو المنبه هو هذه مهمة على فكرة، تيجي في الامتحانات تعريفات. المثير أو المنبه، المثير هو عامل خارجي زي الجرس مثلا، المنبه عامل خارجي أو داخلي يثير نشاط الكائن الحي أو نشاط عضو من أعضائه أو يكفه. المنبهات الخارجية في عنا نوعين، منبهات فيزيقية ومنبهات اجتماعية. المنبهات الداخلية فسيولوجية ونفسية، يعني في نوعين، خارجي وداخلي منبه. المنبه الخارجي مثلا زي الجرس، زي صوت الأذان، اجتماعي. المنبه الداخلي فسيولوجي زي مثلا الإحساس بالجوع، النفسي اللي هو الغضب، الانفعالات. مجموع المثيرات يسمى موقف، مجموع المثيرات ايش بنسميه؟ موقف. الاستجابة، الاستجابة اللي هي ردة الفعل، كل نشاط يثيره منبه أو مثير. أنواع الاستجابات مثلا حركية، لفظية، فسيولوجية، انفعالية، معرفية، الكف عن النشاط. السلوك يكون يعني مثلا من نوع مثلا جرس المدرسة هو عبارة عن منبه. الاستجابة له لما ممكن نخرج فورس زي ما بيقولوا، ممكن تخلص الحصة، ممكن زمور السيارة يكون منبه، هو عبارة عن منبهات. استجابة إني بفتح الطريق، بعرف إنه في سيارة خلفي. الآن علم النفس يدرس ثلاثة أوجه من النشاط، بدرس السلوك الحركي واللفظي، بدرس النشاط العقلي والنشاط الوجداني. إيش هي خصائص السلوك؟ السلوك هو عبارة عن نشاط كلي، ليس هناك نشاط معرفي بحت ولا نشاط حركي أو انفعالي بحت، بل يشمل النفس والجسم. زي ما يقولك النفس جسمي ككل واحد. السلوك نشاط غائي، غاية يعني كل سلوك يهدف لغاية معينة، سواء شعر بها الكائن الحي أو لم يشعر بها. يعني أي حركة أو فعل يقوم به الكائن الحي يعتبر سلوك، وأي حركة أو فعل لها غاية أو لها هدف. السلوك أداة تكيف مع البيئة. المقصود بالبيئة شو؟ هي تعريف البيئة، البيئة هي مجموعة العوامل الخارجية التي تؤثر في الكائن الحي نموه ونشاطه منذ تكوينه حتى نهاية حياته، وتكون إما مادية أو بيولوجية أو اجتماعية. التكيف لاحظوا أنه كما سماه علماء النفس هو محاولة الفرد إحداث نوع من التوافق أو التوائم بينه وبين البيئة اللي هي المادية أو الاجتماعية، إما عن طريق الامتثال للبيئة أو التحكم فيها أو إيجاد حل وسط بينه وبينه، يعني التعايش مع البيئة اللي هو بيعيش فيها. طيب الآن لو قلنا ما هي أهداف علم النفس، تنقسم أهداف علم النفس إلى قسمين، علمية وعملية. أولا الأهداف العلمية اللي هي فهم السلوك وتفسير السلوك والتنبؤ بما سيكون عليه السلوك، نفهم سلوك البشر ونفسر هذا السلوك ونتنبأ بما سوف يكون عليه البشر، وفي الآخر ضبط السلوك والتحكم فيه. الفهم ويعني البحث عن ظواهر أو متغيرات يؤدي التغير فيها إلى تغير منتظم في الظاهرة، أو متغيرات تربطها بالظاهرة علاقة وظيفية، ويتم ذلك بعملية الربط وإدراك العلاقات بين الظواهر المراد تفسيرها وبين الأحداث التي تلازمها أو تسبقها. الفهم، فهم لأنه الظواهر أو المتغيرات يعني موجودة، الظاهرة علاقة وظيفية. دائما السلوك في علاقات بين الناس مع بعضهم البعض. التفسير هو التعرف على الظروف وتحليلها بشكل منطقي وعقلي وواقعي قابل للتحقيق منه عن طريق التجربة. نفسر، نعمل تجربة. التنبؤ وهو وضع توقع وتصور للنتائج المترتبة على استخدام المعلومات التي توصلنا إليها في مواقف معينة. ونفترض في عملية التنبؤ وجود علاقة جديدة لنستطيع أن تتحقق من وجود أو نتحقق من وجودها فعلا بناء على معلوماتنا السابقة. يعني الإنسان دائما بيخضع السلوك لهذه الأمور، الفهم والتفسير والتنبؤ والضبط. وتختبر صحة التنبؤ بخطوتين رئيسيتين هما، الخطوة الأولى القيام بعملية استنتاج عقلي عن طريق الاستدلال، نسميه استدلال،
الخطوة الثانية تحقق التجربة، وفيها ترى أو نرى ما إذا كان استنتاجنا صحيحا أم لا من خلال التجربة. الحاجة الرابعة الضبط، وهو تناول الظروف التي تحدد حدوث الظاهرة والتحكم فيها بشكل يحقق لنا الوصول إلى هدف معين. ولا يمكن الفصل بين الضبط والتنبؤ إذا ما أخذناهما على أنهما هدفان عمان من أهداف العلم، وحتى إيش نحقق أي تنبؤ. وهذا هو مهم معرفة أنواع السلوك. الآن إحنا بنتخطى يا شباب أو يا طلاب من الأعزاء اللي هو موضوع ميادين علم النفس. يعني ميادين علم النفس كثير، النمو وعلم الاجتماع والشواذ واللغو والحيوان الفرق، بدناش نغرق. بس بناخذ حاجة مهمة اللي صفحة 17 اللي هي مناهج البحث في علم النفس العام. مناهج البحث في علم النفس العام، قبل أن نخوض ببحث البحث العلمي، البحث العلمي مهم على فكرة، لأنه الأجانب بيقولوا أهمية، يعني اللي بيخترعوا الأدوية هذه المضادات العقاقير ضد الأمراض الكورونا وما إلى ذلك بيستخدموا البحث العلمي. قبل أن نخوض في بحر البحث العلمي، علينا أن نوضح مفهوم العلم والمنهج ليتسع الأفق أكثر. العلم هو سلسلة مترابطة من المفاهيم والقوانين والإطارات النظرية التي تنشأ نتيجة التجربة والمشاهدة. العلم مشاهدة وتجربة، ومعرفة إنسانية منظمة تتم التوصل إليه بطرق معترف بها لفهم الظواهر وتفسيرها. تعريف العلم، وهي مادة معرفية وطريقة للبحث. الآن نجي للمنهج. المنهج السيستم، المنهج كل نشاط منظم يقوم به العلماء بهدف استكشاف أهم المتغيرات ودراسة العلاقات بينها وتفسيرها، وكل جهد يقوم به الباحث من أجل الوصول للحقيقة يسمى منهج، وهو جهد علمي يهدف إلى اكتشاف الحقائق الجديدة والتأكد من صحتها وإيش تحليل العلاقات بين الحقائق المختلفة. ثلاثة، المنهج العلمي هو إجراء لمجموعة من الخطوات العلمية والعمليات العقلية، والذي يقوم بها اللي هو العالم وصولا لكشف الحقيقة بأدلة وبراهين منطقية. البحث العلمي، لاحظوا في عندنا بحث علمي ومنهج علمي. البحث العلمي هو عملية منظمة تهدف للوصول إلى اقتراحات وحلول لمشاكل محددة، وعبارة عن تساؤلات معينة باستخدام أساليب علمية محددة تؤدي إلى معرفة جيدة. لاحظوا أن الفروقات بينهم مهم، ممكن يجينا في الامتحان صح أو غلط، اختيار متعدد. شو هو تعريف البحث العلمي؟ هو عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى الباحث من أجل تقصي الحقائق بشأن مسألة أو مشكلة معينة، تسمى موضوع البحث باتباع طريقة علمية منظمة يسمى منهج البحث، بغية الوصول إلى الحلول الملائمة أو إلى نتائج صالحة للتعميم على المشكلات. طيب شو أهمية البحث العلمي في علم النفس العام؟ أهمية البحث العلمي في علم النفس العام، أولا يؤدي إلى التقدم بالمعرفة من أجل توفير الظروف أفضل لبقاء الإنسان ورفعياته، تعرف على طريق جديدة لمعالجة مشكلة ما، إحياء بعض المواضيع القديمة وتحقيقها تحقيقا علميا لا تشوب شائبة، اكتشاف حقائق لم يسبق أن اكتشف إليه باحث من قبل، فهم جديد المعلم. لاحظوا أهمية البحث العلمي، تحقيق منفعة علمية نفسية اجتماعية اقتصادية للمجتمع الإنساني وفائدة شخصية هامة. يعني لاحظوا أنه الأبحاث العلمية اللي تجرى في علم النفس أو حتى في العلوم الوبائية من أجل منفعة علمية للناس. طيب هل مناهج البحث العلمي واحدة ولا تختلف؟ لا، بنقول صنف علماء النفس المناهج العلمية المستخدمة إلى إيش نوعين أو أساسين. هما في عندنا مناهج وصفية وفي مناهج تفسيرية. المناهج الوصفية اللي هي مناهج ارتباطية زائد مناهج استكشافية. المناهج التفسيرية مناهج تجريبية زائد مناهج شبه تجريبية. لو عملنا مقارنة بين المناهج المختلفة، المناهج الارتباطية وهي التي يهتم فيها الباحث بمعرفة العلاقة بين المتغيرات وتحديدها كما عن طريق معامل الارتباط، مثل هذا أول منهج الارتباط، معرفة العلاقة بين القلق النفسي والتفوق الدرجي، في علاقة بين ارتباط قلق والتفوق، معرفة العلاقة بين سوء التغذية والإصابة بالأمراض، في هنا ارتباط. الاستكشافي وهي الإجراءات التي يقوم بها بقصد استكشاف أهم، يعني استكشاف استدلال أهم المتغيرات التي تصاحب ظاهرة معينة أو التي يتوقع أن ترتبط بها، مثل يعني إحنا بدنا نتعرف على المشاكل التي يعاني منها المدخنين ومدمني المخدرات،
تعرف على المشاكل التي يعاني منها الأطفال الأيتام، هذا بيسموها هنا في ارتباط ظاهرة بظاهرة وهنا استكشاف. يختلف المنهج. في عندنا المناهج التجريبية وشبه التجريبية، يعني لما نعمل تجربة بنعمل شغل تجريبي وفي شبه تجريبي. المنهج التجريبي هو المنهج الذي يتم به إدخال متغيرات عملية للتعرف على التأثير. في عندنا حاجة بيسموه متغير مستقل وفي متغير تابع. التغير المستقل يراد به معرفة درجة تأثيره يؤثر، المتغير التابع يراد به معرفة درجة تأثره يتأثر. هذول العبارتين مهمات كمان ممكن تجي في الامتحان. وللمتغيرات مجموعتين هما التجريبية والتي تتعرض للمتغيرات والأخرى الضابطة التي لا تتعرض للمتغيرات. المناهج شبه التجريبية، في حال التعذر واستخدام المناهج التجريبية نلجأ لاستخدام المناهج شبه التجريبية لاعتبارات أخلاقية واجتماعية وعملية. في هذا المنهج لا تتوفر فيه الدقة المنهجية لأنه لا يتوفر الضبط التجريبي المقصود للمتغير. لاحظوا أنه في اختبارات على كورونا بيعملوا تجارب كثيرة، يعني ممكن يعملوا مع 30,000 واحد مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة، ممكن يعملوا مرحلة تجريبية ومرحلة شبه تجريبية. في بداية الأمر كان البحث قاصرا على الملاحظة في الوصف الظاهر للإنسان، أما الآن فأصبح البحث أكثر دقة، وتعتبر مناهج البحث ضرورية لبناء أساس سليم للظواهر النفسية الإنسانية. وهناك فرق بين مناهج البحث وأدوات البحث، لاحظوا فرق. فمناهج البحث هي أساس عام وشامل، أما الأدوات اللي بنستخدمها للبحث زي الاختبار والمقاييس تستخدم في مستويات مختلفة من المناهج. ومناهج البحث في العلوم الإنسانية والنفسية تسعى وبكل جهد لتحقيق أهداف خاصة، وهي الإحاطة بالأسلوب والمنهج في دراسة الظواهر النفسية والاجتماعية للإنسان، الوصول إلى حقائق وقوانين ونظريات راسخة في مبادئ السلوك الإنساني. طيب، ما هي الأدوات التي تستخدم في البحث العلمي؟ الأدوات اللي بتستخدم في البحث العلمي كثيرة. أولها الاستبانة، ثانيا المقابلة، ثالثا الملاحظة، رابعا الاختبارات. يعني الباحثين بيستخدموا هذه الطرق. أولا المقابلة، أولا عفوا الاستبانة. الاستبانة هي مجموعة من الأسئلة المكتوبة يقوم المستجيب بالإجابة عنها، وهي نوعان، إما مقيدة أو مفتوحة. يعني زي ما يقول واحد بيعمل استبيان، شو هي مميزات من خلالها يمكن جمع المعلومات من عدد كبير من الأشخاص في وقت وجهد قليل، تصلح في البحوث التي تطلب الحصول على بيانات سرية، يمكن من خلالها جمع البيانات من المستفيدين بطريقة فردية أو جماعية، استخدامها قد لا يجعل الباحث عرضة للتحقيق. أنا بعطيك أسئلة وإنت بتجاوب عليها، زي مثلا أسئلة الاستطلاع الرأي وغيرها. لكن الاستبانة لها عيوب، جهد وعناية، بدها صياغة، يصعب استخدامه إذا كان غير الأميين مثلا، عندك واحد يقرأ لهم، احتمال سوء فهم بعض الأسئلة، احتمال فقد بعض نسخ أو عدم الإجابة عنها، تعطي المستجيب فرصة لمناقشة الأسئلة ما غيره فيكون عرضة للتأثر بآرائه. في حالة عدم إجبار المستجيب على ذكر اسمه والكشف عن شخصيته لا يمكن الرجوع إليه، يعني من هذه العيوب. احتمال قيام أفراد آخرين غير الفرد المستهدف بالإجابة، يعني ممكن يعطوا حدا يجاوب عنه. بعض الأحيان تتطلب الاستجابة عدد كبير من الأسئلة الذي أمر يؤدي إلى جعلها طويلة وتثير الملل. يعني كثير يمكن أنتوا لو حدا قال لكم اعملوا الاستبيان هذا شو رأيكم، تحطوا أي كلام، ممكن تكون طويلة، ممكن تكون مش مفهومة وما إلى ذلك. الآن النوع الثاني من أدوات البحث العلمي مقابلة، وهي محاولة ولقاء بين شخصين يبدأها الشخص الذي يجري المقابلة لأهداف معينة. إيش هي مميزات المقابلة؟ تتيح الفرصة لجمع معلومات كثيرة وشاملة زي مقابلة تلفزيونية أو مقابلة الفيديو، من خلالها تجمع المعلومات حقيقية وصادقة، تصلح للأوساط التي تنتشر فيها الأمية. يعني ممكن تقعد مع واحد أمي تحكي أنت وياه، تضمن الإجابة على كل أسئلة، تتيح للمستجيب الفرصة للاستفسار عن بعض الأمور المتعلقة بالمقابلة، تشعر المستجيب بالأهمية الاجتماعية. ولكن هناك عيوب. عيوب المقابلة تتطلب جهد ووقت طويل وتكاليف كثيرة، تتأثر بعوامل كتوتر المستجيب ومحاولة إرضاء الباحث والجو، قد يستدرج الباحث وخاصة المبتدئ إلى مناقشات اللي هي جانبية. الحاجة الثالثة اللي هي الملاحظة. الملاحظة وهي عبارة عن مشاهدة مقصودة ودقيقة ومنظمة وعميقة لظاهرة ما، ملاحظة تتبع، أسلوب في جمع المعلومات والبيانات عن الظواهر بالاعتماد على الحواس والإدراك. شو مميزات الملاحظة؟ تتعدد أنواعها لتتناسب مع الظواهر المختلفة، يشترك في إدراك فيها
إدراك الباحث وحواسه. لا تتقيد ببيئة واحدة، هي مورد خصب للحصول على معلومات واقعية. تلاحظ سلوك الناس في الصف، في الباص، في الشارع. عيوبها تحتاج إلى خبرة وجهد كبير، انخفاض درجة الدقة والموضوعية، تفتقر إلى الثبات لأنها تعتمد على الحواس. يعني ممكن يجيب لك سؤال في الامتحان تفتقر إلى الثبات، يعني ممكن أركز لك على النقطة هذه، لأنها تعتمد على حواس وإدراكات الملاحظ التي تختلف من شخص إلى آخر. لكنها مهمة الملاحظة، ملاحظ الناس. الأمور التي يجب مراعاتها لإنجاح عملية الملاحظة: أول شيء يحدد موضوع الملاحظة وأهدافه مسبقا. لازم يشتركوا في أكثر من فرد في الملاحظة، لأنه فرد واحد بنحاز لا يكفي. لازم نسجل الملاحظة عقب حدوثها مباشرة، نسجلها حتى ما ننسى. أن يؤجل تفسير الملاحظات والتعليق عليها إلى ما بعد جمع البيانات. أن تكون أداة الملاحظة معدة سابقا ومحكمة بعناية. نيجي بعدها إلى الاختبار. الاختبار هو مجموعة من المثيرات تقدم للمستجيب لاستثارة استجابات لديه، ويعطى درجة عالية تعتبر مؤشرا للقدر الذي يمتلكه المستجيب من الخاصية التي يقيسها الاختبار. في أنواع الاختبارات: تحصيلية، اختبارات ميول، اختبارات أداء، اختبارات شخصية، اختبارات الاستعداد العقلي. يعني أنا بهمني لحد هنا نأخذ ونكتفي اليوم بهذه المحاضرة، وإن شاء الله الامتحان بكون داخل في كل ما أخذناه، واللي ما أخذناهوش مش مطلوب. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وشكرا.